السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفات فدوى وسام. اللي راح تزور القناة لأول مرة نتمنى تشترك في القناة وتفعل الجرس. اليوم إن شاء الله راح نحضروا حلوة بومبينو، حلوة سهلة بنينة وما فيهاش البيض، يعني حلوة بدون بيض. نحتاج فيها 250 غرام زبدة طرية مع رشة ملح، راح نضيف نص كاس تاع السكر الناعم سكر غلاس، اذا نص كاس سكر غلاس، 250 غرام زبده طريه ورشه ملح. نخدمهم مع بعض، ممكن تخدموهم باليد ولا بسباتول. كاين ناس عندهم حساسيه من البيض، يعني تنجموا ديروا هاد الحلوه في العيد راهي بدون بيض. كاين بزاف حلويات في القناه بدون بيض كيما حلوه القطيفه. كاين كذلك حلوة لي روشي اللي بدون طحين، يعني بدون فارينة، راهي موجودة في القناة بالنسبة للناس اللي ياكلوا غير المايزينا. تخدموها غير بالمايزينا بدون طحين، يعني بدون فارينة، راهي موجودة في القناة. الاسم تاعها حلوة لي روشي. من هنا نخدمو مليح الزبدة مع السكر والرشة تاع الملح حتى تندمج المكونات ونتحصل على قوام كريمي. راح نضيف 3 مغارف كبار تاع الكاكاو البني المر، من الاحسن تستعملوا البني ماشي الاسود باش بديش الحلوه مره بزاف. اذا 3 ملاعق كبيره كاكاو بني، هنا راح نضيف ملعقه صغيره فقط تاع خميره الحلويات، ماشي ملعقه القهوه، ملعقه صغيره. ملعقه القهوه ديروا غير النصف تاعها كما راكم تلاحظوا، ملعقة صغيرة خميرة الحلويات. ونجمع هاد المكونات بالفارينة، فارينة اللي هي طحين. حتى نتحصل على عجينة تكون طرية. هنا دائما كيما ننصحكم ديروا الفارينة شوية بشوية حتى تتلملكم لاباط، ما تكثروش الفارينة باش ما تيبسوهاش. نبقى نزيد في الفارينة حتى تتلملي العجينة. يعني نحاول نقدم لكم حلويات اقتصادية، يعني ماشي مكلفة. نتمنى كذلك تزوروا قناتي للحلويات، قناة حلويات وسام، وسام سويتس، وتركوا فيها باش يوصلكم جديد الحلويات. القناة راهي جديدة، ما عندهاش بزاف من اللي حليتها، راني مرة على مرة نحط فيها دي فيديو. من هنا نلمها حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية كما راكم تلاحظوا، كي تضغطوا عليها بالإصبع يعني يبقى الأثر تاع الإصبع، معنتها راهي ناجحة وطرية.
عمركم ولا تيبسوا الحلوى غيجيكم الكاطو يابس. عندنا راح نستعمل هذا الطابع تاع القلب، ندير رشة تاع الفرينة ونحلها بالحلال، ما تحلوهاش رقيقة بزاف ماشي خشينة، يعني مليحة فيها كمية قليلة تاع الخميرة، يعني ماش راح يزيد الحجم تاعها بزاف. نحلها بهذا الشكل، ما تنسوش بلي راح نلصقوا حبة مع حبة، بصح ما ديروهاش رقيقة يجيكم ثاني، لو كانت تكون رقيقة بزاف يعني يجيكم يابس. هذا الشكل ونطبعوا، نديروا الطابع في الفرينة ونضغطوا، عمركم ولا تطبعوا يعني وتهزوا الطابع، لانه كان تهزوا الشكل تاع القلب يروح، طبعوا فقط وتقلعوا الطابع ما تهزوش. على هذا رمدوه في الفرينة ثاني باش كيدو ترفدوا الحبة ما يخسرش يعني الشكل تاعها. نعاونوا بالكوبات، الكوبات تساعدكم بزاف في الكاطو، ولا بسكين ولا بحاجة هكا تكون رقيقة باش ما تخسروش شكل القلب. ونحطوه في صينية تاع الفرن على بابي كويسون. كما تعرفوا الحلوى اللي فيها الكاكاو ما تديش وقت كبير في الطياب، بل خف الطيب ما تبانش كي طيب، يعني مش راح تحمر، لازم تعسوها، لانه لو كان يعني تتحمر بزاف ما يجيش بنين، يجي مر الكاكاو كي يطيب بزاف، لازم تعسوا الحلوى تاعكم، ما راح تدي وقت بزاف في الفرن، ربع ساعة تقريبا ولا أقل حسب الفرن، المهم تعسوها كي تشوفوها نشفت تخرجوها. راح نكمل قاع هاد الحبات أو قاع هاد العجينة، بعد راح ندخلهم إيطيب. اذا بعد ما تشكلوا الحبات راح تعطيكم 40 حبة، وكي تلصقوهم يولوا 20 حبة، يعني 20 حبة بعد ما تلصقوهم. اذا هنا بعد ما طابت الحلوى وبردت لازم حتى تبرد، نحتاج المربى المشماش ونواة كوكو. نواة كوكو ماشي اللي تكون مطحونة، اذا نلصقوا حبة مع حبة بالمربى تاع المشماش، وندهن ثاني الحواف تاع الحلوى بالمربى. وهنا تبغوا ترمدوا كاع الحبات، تبغوا ترمدوا غير النصف فقط في نواة كوكو. راح نعطيكم زوج طرق وانتم رمدوها كيما تعجبكم، المهم ادهنوا الحواف ومن الفوق ثاني، يا اما ادهنوا نصف الحبه يا اما ادهنوها كاع وترمدوها. هذا الشكل دائما كي تشرو نواة كوكو شرو لي تكون اللون تاعها ابيض، ما تشوش لي اللون تاعها اصفر، هذيك تكون بيريمي وما تجيش فيها الكو، شرو لي تكون بيضاء. اذا هذا الشكل الاول، رمت غير النصف فقط تاع الحبه، راح ندير هذه الحبه نرمدها كاع. هنا الصابلي تاعنا هذا حتى يبرد باش نخدموه، يعني باش نزينوه باش ما يتفتتش. وهذا الحلوى بعد ما تزينوها تخلوها، يعني بعد ما تبرد وتزينوها ديروها في علبة بلاستيكية، راح تزيد تطرى وتجي بنينة بزاف.
راح تجي بنينه اخر من النهار اللي تخدموها فيه، يعني كي تبات تجي بنينه. هذا الحبه كما تلاحظوا راه متاقع، وراح نكمل باقي الحبه. ما شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم حلوه بومبينو اللي درناها بدون بيض، تكون عجبتكم وتجربوها ان شاء الله في العيد ان شاء الله. دوك راح نقسم لكم حبه باش تشوفوها كيفاش جات، راكم تشوفوا راهي طريه وكي تبات تولي طريه اكثر، وهذا هو شكلها من الداخل. نشكركم بزاف على المتابعه، ما تنساوش تدعمونا القناه بالاشتراك والضغط على الجرس. انتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء.